يقول: هل هناك فرق بين التمائم والحروز والحجب؟ نعم، هي متنوعة. تمائم كل ما يعلق يتبرك به من الرقاع ومن الحجب والحروز، هذه تمائم. والرقى هي ما كانت من الشرك، دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، تكتب وتعلق، تعيد المعلق عليه من الآفات كما يزعمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ولها كما بينها الشيخ شيء يصنعونه. نعم. فضيلة يعني الشيخ، شيء من السحر، شيء من السحر. نعم.